السلام عليكم. اليوم نروحوا للمدينة نتاع بورزول، إذن لين باش نشوف وين وصلنا في هذا المشروع نتاع المدينة الجديدة. وهنا رانا في الموقع نتاع المدينة الجديدة تاع بورزول، حيث فيه أن فيه أمور جديدة، وأنه فيه لاحظت نوع من الجدية في التعامل مع هذا المشروع، بحيث أنه الآن فيه بدينا ندخلو في المرحلة نتاع التدقيق نتاع المشاريع حسب المواضيع وحسب النوعية نتاع المشروع، ويعني الخصائص تاع كل مشاريع. ونشوف هنا بأنه فيه نداء إلى المسؤولين، إلى الشركات والمتعاملين الجزائريين والدوليين للمشاركة في المشروع هذا. إذن نلاحظ أنه هنا فيه نداء، وهنا نشوف إذا رحنا شفنا لاحظوا أن هنا عندنا مشاريع نتاع التنمية اللي تم يعني تحديدها بالحسب كما قلنا المجالات. وهنا نشوف يعني هذه المجالات تتمحور على 3 محاور رئيسية اللي راح يبدأوا فيها إذن هذه المشاريع. ونشوف الآن المشروع الأول هو المحطة المتعددة الأنماط، يعني لا ستاسيون ملتي مودال ولا لا غار ملتي مودال. المشروع الثاني وهو القطب الصحي، والمشروع الثالث وهو لا بروموسيون ايموبيليار، اسم كل ما يتعلق بالسكنات. إذا المدينة قسمت إلى 3 محاور، هذه هي المحاور الثلاثة اللي ذكرناها. هي إذا نعاود نأكد عليها، هي المحطة المتعددة الخدمات، وفيها عدة فروع. المحطة هذه هي كبيرة جدا. ثم القطب الصحي، إذا اللي فيه مستشفيات نتاع مستشفى تاع 1000 سرير وعدة مرافق. وكذلك المحور الثالث وهو لا بروموسيون ايموبيليار، وفيه محاور أخرى سوف نتطرق إليها في المراحل القادمة إن شاء الله. نبدأ الآن ندخل في لي ديتاي، في التفاصيل تاع هذه المحاور. نشوف المرحلة الأولى نتاع المحطة المتعددة الخدمات، ونشوف وش فيها يعني المحطة هذه. إذا عندما نروح للمحطة هذه نشوف أن المحطة هذه تتربع على مساحة 250,000 متر مربع، ونشوفها هنا في الخريطة في المنطقة هذه بالأحمر، هذه هي المنطقة نتاع المحطة هذه. إذا وفيها عدة خطوط، فيها خط التراموي كذلك، وخطوط تاع الحافلات، وكذلك خطوط نتاع لي تاكسي، إذن وكذلك خطوط بالنسبة لعامة السيارات. وكذلك فيها مرافق كثيرة، مثل أماكن نتاع الكوميرسيال، ستاسيون دو كوميرس. وكذلك فيها ان بارك دو ستاسيونمون هنا بور لا كوريسبوندونس، يعني ماركن للسيارات، وان سونتر دو كوريسبوندونس دي سيستيم دي ترونسبور بار اوتوبوس، وهنا لو سونتر دو كوريسبوندونس دي سيستيم دو ترونسبور. وكذلك هذه هي كل المرافق المتصله بالمحطه نتاع نتاع النقل، هنا لا ستاسيون ملتي موطال اللي سوف تتوسط بين المدينة هنا، وفيه المحطة نتاع القطارات على مستوى نتاع المحطة نتاع القطارات نتاع بوكزول. إذا هذه هي المحور الأول. وهنا نشوف أكثر المحطة هذه، عندنا هنايا مكاتب، وكذلك مكاتب محلات تجارية، وهنا كذلك كوميرسي ريزيدونس من الجهة هذه، وهنا عندنا دي زيسباس كذلك دو كوميرس اي دو ريزيدونس. إذن هذه هي المحطة
نشوف المكاتب هنا ونشوف مداخل ومخارج نتاع المحطه هذه. اذا هذه هي واللي كما قلنا تقع هنا فيها غلط غلط هنا غلطه في الموقع هذا داروها هنا المحطه، هي في الحقيقه ماهيش هنا المحطه، المحطه هي جايه هنا المنطقه هذه، هذه هي المحطه نتاع لاستاسيون ملتي مودال. وفيه تفاصيل تفصيل كما نشوفوها هنايا، هنايا راهي هنا راهي داخل النسيج العمراني تاع المدينه ماشي خارج النسيج العمراني، هنا راهي خارج النسيج العمراني. اذا هذه هي هذه المحطه تاع القطارات ستاسيون دو لاكير لا كار ملتي مودال، لا ماشي لا كار ملتي مودال، اذا فيها هنا غلط. المهم هذا هو كما نقولوا المخططات والتصاميم الاوليه الاوليه اللي راح من هذه من هذه تنبثق دفاتر الشروط نتاع المشاريع، يعني تبدا من هنايا نبداو نخرجوا لي كاي تشارج، يعني لو بارلو نقسموا المشاريع هذه لو بارلو يعني حسب المشاريع، ونبدا ندير التقييم الاولي للاشغال و باه ندير نوجد للعقود العقود نتاع التشغيل لهذه المشاريع. اذا هذا هو المحور الاول، هو المحور الاول يتعلق بالمحطه استاسيون ملتي مودال. اذا فيه المحاور الاخرى، اذا عدنا هنا نعاود نشوف انه فيه محاور اخرى. نشوف المحور الثاني وهو القطب الصحي. اذا القطب الصحي هذا هو هنا يجي القطب الصحي يقع في المنطقه هذه هنايا بالاحمر، فيه مستشفى. اذا وهنا نشاهد القطب الصحي هنايا، هذا هو اللي كما قلنا فيه مستشفى تاع 1000 سرير وفيه السكنات للموظف تاع الوظيفيه. اذا هنا نشاهد كل الاجزاء نتاع القطب الصحي، فيه اجزاء كثيره اكيبمون اسبيطاليي يعني الاجهزه تاع المستشفى، وهنا نشوف المستشفى هنا. وفيه القطب الصحي هذا فيه جامعه نيكول دو فاكولتي دو ميديسين، اذا الكليه للطب، و اللي كذلك اللي لا فارماسي. اذا وفيه عده اجهزه ومرافقه للمشروع هذا. وفي اماكن دي ريزيدونس دو فونكسيون، يعني اماكن لايواء الايواء الوظيفي يعني الذين يمارسون في هذا المكان. اذا هذه هي هنا عندنا كل ما يعني اوبليس دو ديتا، يعني عندنا كل ما يتكون ما يكون هذا القطب الصحي. فيه كما نشوفوا هنايا اذا مستشفى ب 1000 سرير ب يعني مقاييس عاليه. اذا وفيه مدرسه هنا فورماسيون ميديكال، فيه المدرسه للأدوية يعني تاع لا فارماسي، وكذلك مدرسة شبه طبية، وكذلك مراكز تاع بحوث. إذن وفيه يعني كل شيء راه مقسم حسب يعني النسبة المئوية تاع المشروع والمساحة المخصصة تاع المشروع، والمشروع ككل المساحة ديالو هي 197,195 متر مربع لكل القطب هذا. وهنا نشاهد أن القطب هذا يقع في المنطقة هذه في حسب الخارطة نتاع جوجل إيرث. وهنا نلاحظ هذا هو المشروع اللي موجز حسب يعني دي زاسيات، وهذو لي زاسيات هنا كما قلنا تمهيدا لي يعني انشاء الدفاتر نتاع الاعباء كاي تشارج. اذا العمليه تبدا من الان، تبدا من درك، تبدا من اذا هذه هي
نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.